اهلا بكم في هذا الجزء الثاني من هذا الفيديو اللي غادي نحاول نشرح لكم واحد الزواقه كيفاش كتخدم. بالنسبه لهذا الترصان هذا اللي غنحتاجو كنقسمه على ثلاثه وكناخذو العبار اللي كنحتاجو حنايا تقريبا واحد جوج ديال السنتيم اللي كنخليو وكنهبطو كنرتقو في هاد ثلاثه ديال الخيوط بثلاثه بيهم، والخيط اللي غادي نخدمو به نخليوه على برا يعني ما نديروش في الوسط. هذه انتبهوا للطريقه هذه لان كاين هنايا جوج غادي يبقاو ثابتين وواحد الخيط واحد اللي هو غادي نبقاو نحتاجو نخدمو به يعني نخليوه على برا ما نديروش في الوسط، وهو هذا اللي غادي نرجع به انا يعني هذا كنخص الى جبتوه درتوه في الوسط راه ما غاديش يسهلكم الخدمه وكنرجعوا به بحال الطريقه هذه. بالنسبه لهذه كتسمى البليغه يعني حتى هي كتكون زواقه كتدخل في بزاف ديال الزواقات وكتسمى البليغه وكاين عندها شي سميات اخرين كل واحد وكيفاش كيسميها. وكنرجعو كنبقاو كنخدمو فيها بحال هاد الطريقه هذه كما العاده غريزه غريزه ما كنزيروش عليها الخيط وما كان نقربوش الخياطه ديالنا بزاف، وداك الخيط اللي قلت لكم غادي تخليوه في الطرف هو اللي كنخدمو به هذه العمليه كامله من البدايه للنهايه ديالها. كنوصلوا عند الحد اللي دورنا فيه المره الاولى كنخلي واحد الميلي ديال الفرق بينها وبين الاخرى كما كتلاحظوا وكنرجعوا بالترصان ديالنا. وكنعاودو كنرتقو فيه بهاد الطريقه هذه كما المره الاولى بالنسبه لهاد الترصان هذا ما بقى صالح لوالو غادي نحيدوه يعني اصلا غادي يتحيد، غير كنخليها انا في البدايه ديال الخدمه ديالها كنشد به يعني كان كيعاونني كيسهل عليا باش نتحكم في هاد البليغه هادي كيفاش نخدمها، اما هو كيتحيد في النهايه ما كيبقاش وكيبقى هو راجع بهاد الخيط ديالي كنخدم حتى كنوصل لفين دورت المره الثانيه الاولى والثانيه وكنخلي واحد الميليم ديال الفرق بينها وبين الثانيه وكنرجع بنفس الترصان على هاد الطريقه هذه. انا كنشد داك الزواقه من الراس ديالها باليد ديالي بالصبع ديال اليد باش كتسهل عليا الخدمه وما كان الخيط ما كيتشد ليش فيها وكيديرونجيني ولا كيسبب ليا المشاكل في الخدمه. كما كتلاحظوا كنخليو نفس المسافة يعني فين حبسنا الخياطة كنبداو الخياطة في الجهة الأخرى يعني ما يكونش بيناتهم شي فرق ولا باش كتعطينا واحد الاعوجاج، يعني كما كتلاحظوا الإبرة هي المسطرة ديالنا باش كنخدمو فين ما حبسنا الخياطة في الخيط اللي طلعنا به كنبداو في نفس المكان في الجهة الثانية اللي غادي نعودو بها الخيط. الخيط كان يعني به انا هو الترصان اللي كنخدم به. دابا منين ما ساليناها كما كتلاحظوا معايا البليغه ديالنا هي هذه كتجي على هذا الشكل هذا، وداك الترصان كنقلبوه لداخل وكنثبتوه بالخياطه يعني كنرتقوه بالخياطه ديالنا على الطريقه هذه، ومن بعد كنقطعوه بالمقاس ديالنا يعني العيب ما كيبقاش باين. ودابا غادي نلصقوها قدامكم في التوب
بالنسبة مني كنطرحوها في التوب ديالنا، كناخدو العبار ديالها بإحكام، يعني كنتابعو كيفاش غادي تكون وفين غادي تتحط، وعاد كنبداو كنرتقوها بالإبرة ديالنا والخيط ولا كنثبتوها. كاينه طريقه واحده اخرى اللي سهله عليكم باش تثبتوها وما تبقاش تحرك، وهي الكولا. انا ما عنديش، ما بغيتش نستعملها. كاين واحد النوع ديال الكولا، ماشي جميع الانواع ديال الكولا اللي كتحتاج باش تخدموا بها الزواق بحال هذا النوع. هذا كاين واحد النوع كيتسمى ايه، هذاك هو الكولا اللي كنستعملوها في الزواق الطاير اللي كيتثبت، كنخدمه يعني طاير ومن بعد عاد كنلصقوه في الجلابه ديالنا بحال هذه الطريقه اللي راكم تشوفون وراني نخدمها قدامكم. بالنسبه للغرازي ديال هاد باش نثبتوها ما كنكثرولهاش بزاف ديال الغرازي، وبالاخص الا كانت عندنا مثبته بالكولا، يعني الا كانت ملصقه بالكولا ما كنحتاجش بزاف ديال الغرازي، ولكن هكا يعني كنمشيو معاها واحد الضربه ضربه. شفتوا منين ما ثبتناها كيفاش جات، يعني محطوطه في البلاصه ديالها. ودابا غادي نوريكم كيفاش نبتوا العقيق، لان هذا الموديل هذا ولا هذه الزواق هذه كتحتاج حتى العقيق، يعني كنخدموا بها حتى العقيق. بالنسبه للطريقه ديال العقيق كيفاش كنركبو، انا هي هذه، كندير الخيط ديالي، كنثبت الخيط ديالي في الوسط ديال الزواقه، كنبدا نجيب العقيق وكنبقى نعمرو في الخيط. وكل واحد وكيفاش كيخدم العقيق، وهذه انا غير فكره كنعطيها لكم وصافي، ولكن نتوما كتخدموا الخدمه ديالكم باتقان وكتخدموها بالطريقه اللي كتناسبكم. انا كنعطيكم الفكره وانتوما كتحاولوا تحسنوا عليها وتزيدوا عليها شي حويجات اللي كيزينوها، ولا شي حوايج مغايرين اللي كيبدلوا لها الفكره ديالها. كما كتلاحظوا كنعمر الخيط ديالي كامل بداك العقيق، يعني على حسب العبار اللي كاينه في الزواقه، ماشي كنعمر الخيط كامل فيه متر ولا جوج ونعمره بالعقيق، لا كنعمر القياس ديال داك البلاصه اللي غادي نعمر فيها العقيق. قد ما انا كنعمر في العقيق وكناخذ القياس. ودابا منين كملت يعني وصلت للقياس ديالي، كندير واحد الغرزه وحده باش كنثبت داك العقيق، كنرجعو للبدايه فين بديت الخدمه وكنثبتو تما بواحد الغرزه، لان مازال خصني نزيد واحد الخيط واحد اخر ديال العقيق اللي غادي يكون في الوسط ديالها باش كيتبلع لينا داك الزواقه وكتعمر بالعقيق. يعني هادي غير كفكره، وكل واحد كيفاش كيخدم العقيق ديالو كيفاش كينبت، كاين اللي كينبتو بالوحده، ولكن هذاك كتاخد الوقت، كدير الوقت بزاف. انا كنقترح عليكم هاد الفكره، هادي سهله وما كتديش بزاف ديال الوقت. انا في الفيديوهات ديالي كنحاول نطرح لكم شي افكار كنبسط لكم الخدمه، يعني كتكونوا كتخدموها بشي طريقه اللي صعيبه، ومن بعد كنوريكم كيفاش تخدموها بطريقه سهله. من بعد ما عمرت الخيط اللي في الوسط، دابا عاد كنبقى نثبت داك العقيق كامل بالخيط ديالي، وهنايا ما كنثبتش، يعني ما كنقصدش بان كل حبه ديال العقيق راني كنثبتها بوحدها، لا العقيق كامل عندي راكب في الخيط، وانا كنولي بحال الا كنقولوا كنشب داك الخيط اللي عامر بالعقيق. هادي هاد الزواقه مازال باقي خاصها العقيق بزاف، ولكن انا كنوريكم يعني فكره نتوما غادي تخدموها بطريقه احسن من هادي. نقدر نخدم بهذه الطريقه، غادي ندفع الخيط اللي برا لتحت وردها لفوق،
يعني حتى هذه كنثبت غير الخيط اللي منبت بداك العقيق، يعني غير الخيط اللي عامر بالعقيق، ما كان خدمش بهذه الطريقة. هذه كل حبة ديال العقيق كنولي نركبها بوحدها، الا جيت ندير داك الخدمة يعني خصني نديرها من الاول بدون ما نعمر الخيط ونولي بليبرة بالعقيق وعاد نولي نخدم عليه. لا يعني نخدموها من الاول من الاحسن، ولكن هذه طريقة سهلة. دابا من بعد ما سالناها وكملناها كنقطعوا الخيط ديالنا، ومازال لنا واحد الدورة واحدة أخرى، يعني كنجيبوا واحد الطرسان اللي خدمنا به من البداية، يعني هاد الخدمة كاملة كنخدمها بطرسان واحد اللي البرامة ديالو على ثلاثة، وكنبقى ندير واحد الدريس ديال الدوبلية، يعني كتسمى هادي عوينة دوبلي ولا دريسة دوبلي كما بغيتو سميوها. المهم كتكون عوينة ولكن مضوبلة، يعني جوج مرات كندير عين وكنولي نرد عليها الخيط جوج ديال المرات. راني داير فيديوهات على هاد الدريس هذا كيجي زوين، وداير عليه فيديو قلبوه في القناة ديالي غادي تلقاوه. وكنبقى نخدم بهاد الطريقة هادي وكنخلي العوينة ديالو مفتوحة واحد شوية، لأن داك العوينة اللي غادي نخليوها مفتوحة حتى هي غادي نبتوها بالعقيق اللي خدمنا به. بالنسبة لهاد الدريس هذا راه ساهل، هي كان خصها تخدم بالدبانة، يعني بالزواقة ديال الدبانة، ولكن انا نظرا بغيت نبسط معكم الحوايج باش كل شيء يقدر يخدمها، لان الزواقة ديال الدبانة قليل اللي كيعرف يخدمها، ولكن هاد الدريس هذا راه ساهل باش تخدمه، يعني اي واحد يقدر يخدمه. داكشي علاش اقترحت انا، يعني بدلت شوية من داك الزواقة هذه نفسها، بدلت منها واحد شوية من اجلكم باش تسهل عليكم الخدمة. كما كتلاحظوا معايا حتى هو كيجي بحال الشكل ديال الدبانه، منين غادي نبتوه بالعقيق ديالنا يعني غادي يعطينا واحد المنظر خيالي، منظر جميل. دابا كما كتلاحظوا اسمحوا لي معجز بزاف ما قدرتش باش نكمل معكم، يعني نكمل الزواقه كامله، خدمت بها يلا النص ديال هاد الدريسات هادو باش نوريكم، وصافي كنعطيكم فكرة كيفاش تخدموا، لان انا هاد الشي اللي راني خدام فيه مجرد كندير فيه الشرح باش نتوما تستافدوا، يعني ما عنديش فيه ربح، يعني ما كنخدموش في شي جلابة ديالي خاصة ولا شي جلابة عندي في المحل، يعني كنخدم نطبق معكم واحد نماذج صغيرة باش كنشرح لكم وكنبسط لكم الطرق ديال الخياطة والطرق كيفاش تخدموا باشياء سهلة. وكنوليو داك الدريس كما شفتو كنثبتوه بالخيط ديالنا، على الطريقة هادي كما شفتو. ودابا هاد الخيط هذا غادي نوريكم كيفاش ترتقوه لداخل، يعني كيفاش ديروه لداخل. كنقلبو ليبرا بالعين ديالها، يعني العين اللي كيدخل فيها الخيط، وكندفعوها في التوب، كندفعو وكنجبدو كنخليوها لداخل وكنجبدو الخيط وكنحشيو فيها الطريسين هذا. كما كتلاحظوا الخيط يكون على جوج، وكنحشيو فيها هذاك الطريسين وكنجبدوا الخيط، وهو الطرسان ديالنا تجبد لداخل والعيب ما كيبقاش على برا، يعني كما كتلاحظوا معايا طريقة فنية. ودابا غادي نديرو العقيق في هذا الدريس اللي خدمناه. بالنسبة للعقيق الخيط ديما يكون على جوج ولا على ثلاثة، يعني الخيط يكون مدوبلي على ثلاثة ولا على جوج من الأحسن باش ما يتقطعش، لأن هاد العقيق مخدوم الأغلبية بالزجاج وبسببه كيتقطع الخيط، يعني بسبب الاحتكاك ديالو مع الخيط كيتقطع، يعني سهل باش يقطع لينا الخيط. داكشي علاش كنفضلو نديرو الخيط على جوج ولا على ثلاثة. وكما كتلاحظوا
من بعد ما نبتناها، هي حتى هاد الوريضات هادو اللي درنا ديال الشكل الحلزوني حتى هما كنديروا لهم واحد العقيقات، يعني كيمشيو وحده بوحده. الفيديو ديالنا بدا كيسالي، وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو، كنتمنى تشاركوا الفيديو وتبارطاجيوه، وما تنسونيش بالتعليق زوين اللي يحفزني ويخليني انني نبقى معكم مستمر معكم في هذه القناة. وما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، لان انا كما قلت لكم كيغيظني الحال ملي كنشوف قنوات كتنشر التفاهة، هي دائما متقدمة عليها مشاهدات، ومني كندخل بنفسي انا نشوف داك النسبة ديال المشاهدات علاش كنلقى مجرد تفاهة، وحنايا اللي بزاف ديال القنوات كنشروا الفائدة للناس، يعني ما كنلقاو قليل ديال الدعم من عندكم، وقليل ديال يعني المشاركات والتفاعل كيكون قليل في القنوات. الزواقة ديالنا هي هذه، وانا وريتكم نموذج والصورة غادي نخليها لكم وانتم غادي تلاحظوا. كنتمنى تطبقوا هذه الزواقة وتعجبكم، وفيديو جديد ان شاء الله.